أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة بفيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج السرطان الأحد 30 مايو 2021، مواليد 21 يونيو إلى 2 يوليو. اليوم أنت متفق أخيرا مع ذاتك، وهذا يتضح للآخرين من خلال سلوكك في العمل. سوف يطلب منك الزملاء النصيحة وكذلك الحال في حياتك الخاصة. تأكد من الاحتفاظ بالتوازن بين الأخذ والعطاء حتى تتمكن من الاستفادة من الصداقات. يجب أن تكون مهتما بذاتك بعض الشيء للحفاظ على هذا التوازن. قد يكون التأمل هو المدخل الصحيح. مواليد 3 يوليو إلى 12 يوليو. صحتك الجسدية والعقلية في أحسن أحوالها، فلا تدع اللحظة تمر دون أن تسعى وراء أفكارك. سوف تكسب المؤيدين الذين يشاركوك في الأهداف ويمكنهم المضي قدما كفريق. هكذا تستطيع العمل اليوم بطريقة جيدة وتتقدم بشكل كبير لكي تصل في النهاية إلى أهدافك. مواليد 13 يوليو إلى 22 يوليو. يأتي اليوم مصحوبا ببعض المشكلات، فسوف تقابل مواقف لا يمكن التغلب عليها إلا من خلال تغيير رؤيتك للأمور. افصل نفسك عن كل ما هو قديم ومعروف وتطلع لكل ما هو جديد. توخى الحذر عند لوم الآخرين، فمن الممكن أن تكون قد ارتكبت أخطاء أيضا. إذا كنت متفتحا تجاه الأشياء الجديدة فسوف تتعلم المزيد عن نفسك.